الآن لا يزال المسلمون في بعض النواحي والأطراف الإسلامية كما في البوسنة مثلاً والهرسك ومقدونيا في الشيشان يرون زواج بنت العم إحدى الكبر، لا يتخيلونه. حدثني عالم جليل فقيه منهم قال لي والله أنا أعلم أن هذا حلال وأعرف آية الأحزاب وأعرف كل هذه الأشياء، هو رجل مفتن مفتي، قال ولكن والله لو جاء أخي يطلب ابنتي لابنه لقتلته، قال أعلم أنني سأدخل النار، ماذا أفعل؟ سأدخل النار. لقوة العادات أيها الإخوة، قوة العادات، قبضة التقاليد والعادات قوية جدا أكثر مما نتخيل. قال لي وهذا لا يفقه الدعاء العرب، مع الاحترام والتجلي، يقول تأتون هنا تظنون أننا لا نفقه شيئا ولا نعرف الأدلة، نعرف، قال ولكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا، والله لم يأمرنا بتزويج أبناء العم، أباحوا لنا، نحن لا نريده. لماذا؟ لأنهم يرون بنت العم لطول الملابسة والمخالطة أيها الإخوة يرونها كالأخت كالمحرم لابن عمها. قلت له لدينا في العراق بنت العم تقريبا إذا لم يرخص لها ابن عمها بالزواج قتلها وربما قتل زوجها، تقتل. قال عجيب، قلت إيه هو الأولى بها. وشيء قريب من هذا كان إلى وقت قريب في فلسطين، هكذا بنت العم مستحيل، وعندهم مثل عامي يقول لك ايه ابن العم بنزل بنت العم عن الخيل، يعني وهي تزف الى عروسها بنزلها وبخذها يفسخ عقدها باي طريقه وبعدين يتزوجها. قال عجيب، عادات وتقاليد تختلف. على كل حال مسائل